ستوب. السلام عليكم، مرحبا بكم. اما ما تجيش سيد المخرج كو باش تقدم حصه ونقدم هنا، راني في اللايف انا تو. مرحبا بكم سيف معنا، باش نقدم سيف معنا وتبدا اول ايماج تاخذها رمزي، تبدا بالمنشط ومن بعد تاخذ رمزي انا كي باش نرحب به اللي هو معناتها معايا اسيستون باش يتعلم شويه تنشيط وكذا. دونك نعاودوها تاخذني انا ومن بعد كي نقدم رمزي تاخذ رمزي، هذا نسجلوا فيه ماو. اما شنو لا خذيتوه رمزي جاوبوني شنو اتونسيون سي بون، معناتها تاخذوني انا ومن بعد كي نقول رمزي يمشي رمزي. خي غرت مني من اول مره، مش غرت اما لوجيك لوجيك. عندي ثانيه قدامك في التنشيط فما اي اي ما يصيرش، ما من وقتين نحسدوك من الثانيه الاولى باش تتحطم من قبل ما تبدا، فهمت؟ معناتها انت بعد ما تلانسا باش عاودني بالله وحط لي غنيه هكا حفالي وجو الدنيا. العب يلا العب يلا العب يلا ما تلعب يلا العب يلا العب يلا العب يلا. اهلا وسهلا بكم في صيف معنا على قناه التاسعه. اليوم الجمعه، اليوم عندنا حلقه، غدوه حلقه، بعد غدوه الحلقه الاخرى من صيف معنا. ميرسي اللي تبعتونا. سيف كامل معنا في التنشيط ونرحب به ترحيب كبير، زعما زعما ما تفرجتوش في البارتي الاخرى، شد النفاق كيفاش يولي في الدنيا، ونرحب به ترحيب كبير. عملوا لك حتى ريت لحظه لوريت سافا يا طارق اي مريك طعيت له طارق السيد المخرج سامحني. خمس سنين باش نطقت له اسمه انا المخرج، احنا من جيلك اللي برستيج نقدروا الدنيا كل. مرحبا بك رمزي، مرحبا اليوم بيك سعادة باش نستقبلوا نجم الكوميديا رياض النهدي. غدوه غدوه عنا نجوم مساروه باش يكونوا حذانا، شو اسمهم، حسن شاكوش وعمر وبنت الجيران وحفالي ودنيا، عندهم برشا حفلات في تونس. وبعد غدوه ملك البكيري باش نحكيوا على الرونتري نتاعها في التاسعه، برنامج جديد وديكور جديد. جو سمعنا موسيقى دي جي. لأول مرة في تونس نجوم مهرجانات مصر حسن شاكوش وعمر كمال في السارة الحدث بنصر جنسي قمر يوم الجمعة 4 سبتمبر، خونوا في الموعد. ملانا في رمزي حاضر الرياضة، حضرتهم نتاع لي جو دوكم نعملوهم الكل حضرتهم. اوه ديزولي ديزولي، قوم خويا نبداو الحصة، امشي امشي سامحونا بصراحة ما في باليش مع التلمو، القاعدة مرتاحة معناتها ما فقتش اللي الميسيون رجعت، قاعدة مرتاحة متاع النجم ننسى الوقت بصراحة. أصحابنا من جاردن سكوير في طريق المرسى، أحفظوا معايا جاردن سكوير في طريق المرسى، هذه الأدريس اللي ما يزمكمش تفلتوها وتنساوها. قعدونا على صالون دو جاردان الهيلين متاحهم، هذا مش نشوفهم في التصاور، هذوما جاونا البلاتو وقعدنا، ماذا بيا ما نكملش الحصه، قاعده مرتاحه. اش قولك رمسي؟ ديجا كنا قاعدين غاديك مرتاحين وكونفور كونفور على الاخر، حاجه هيلة برشا. جاردن سكوير راحه كيف كاليتي ديزاين، زاد شو مزيانهم ديزاين، ما فماش خير من هكا. تراه نمشي ونشوفوا جاردن سكوير ونزيدوا نحكي لكم. Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui dans une marque de luxe, une marque de haute gamme. C'est une marque qui nous propose un ensemble de meubles de jardin qui sont fabriqués avec des matériaux robustes et confortables et qui nous donne un aspect de bien-être et de confort dans vos jardins et vos terrasses. Garden Square est une marque tunisienne spécialiste des meubles pour jardins, terrasses et accessoires de décoration. Garden Square propose d'apporter une solution innovante pour les professionnels à travers la recherche permanente de produits fonctionnels et qui se distinguent par la qualité, le design, la valeur des matériaux et la durabilité dans le temps. Outre, la collection qui satisfait une large variété de goûts et comprend tous les éléments nécessaires à l'ameublement des espaces extérieurs, depuis les salons, aux fauteuils, des tables, aux chaises longues, des parasols et accessoires de déco. Bienvenue
bienvenue dans l'univers de Garden Square, le premier showroom tunisien dédié au luxe et l'art de vivre. Être bien assis, c'est un art. Si vous voulez vous détendre au bord de la piscine, dans la nature, dans vos terrasses, Garden Square vous offre le confort, la détente et le luxe. Garden Square met à la disposition de ses clients le savoir-faire d'une équipe professionnelle pour leur apporter du conseil personnalisé sur les aspects de l'ameublement des restaurants et des hôtels. Pour Garden Square, la satisfaction de nos clients est un travail au quotidien afin de leur offrir non seulement des produits de qualité, mais également une image distinguée qui soit à la hauteur de leurs attentes. Donc, quand vous regardez la qualité, la chambre et le confort que vous trouvez dans Garden Square, vous pouvez vous marcher sur la route de Mars, vous découvrez la chambre et le manteau qui vous trouvez un choix de Garden Square, qualité et design, c'est une chose. Et vous rappelez les femmes, les goûts et pour les budgets. Vous trouvez les choses qui vous aident à l'autre. Et si vous ne vous dites pas, هاو لفير الهيل فما للسولد توا فما للسولد اللي يخلطوا حتى 60% ينعم تلقاو الكاليتي متاع جاردن سكوير افيك دي سولد يخلطوا حتى 60% تخفيض ازربوا رواحكم باش تتمتعوا بالتخفيضات خاطر في جاردن سكوير تلقى الشواء تلقى الكاليتي تلقى الكونفور تلقى ضخامة وتلقى تخفيضات تنجم توصل حتى ل 60% يلا ازربوا رواحكم لطريق المارسا باش تتمتعوا بالتخفيضات يا نوفل نحب نعرف كيفاش نعرف شنو عندهم موبل كيفاش كيفاش انت تنجم تمشي نعاود نقول سؤال باهي تنجم تمشي لطريق المارسا الغادي تكتشف الشوروم وتشوف الضخامه الكل اما زيدا نعطيكم رونديفو على الباج فيسبوك جاردن سكوير الباج فيسبوك اللي تراو فيها على الشاشه قدامي جاردن سكوير تكتشفوا المجموعة الكاملة اعملوا كيفي امشيوا للشوروم باش نجموا تستفيدوا من العروض معناتها تمشيوا الباج فيسبوك دونك جاردن سكوير تكتشفوا المجموعة الكاملة ولا امشيوا للشوروم خاطر كي تشوف من كلاه كيما انا وقت اللي شفت وقعت على اللوكس هذا فقت باللوكس وبالكونفور ابار المنظر المزيان على الاخر معناتها كي تمشي للشوروم من كلاه نجم تكتشف حاجات هي لبرشا تنجم تشوف الكاليتي تنجم تشوف الضخامة تنجم لي كولور تفهم وتختار نذكر اللي فما لي جو الكل وبالاسوام الكل ان توكا مش ليكم لدياركم برك العرض زاد صالح للمطاعم لي صالون دو تي والوتلة الفنادق تنجموا تلقاو الشوا الكل وقت اللي تدخلوا للسيت www.garden-square.tn السيت تشوفوا فيه قدامنا www.garden-square.tn هكاك زادا تنجموا تلقاو الشوا الكل وتنجموا تختاروا اللي تحبوا وتنجموا زادا تمشيوا للشوروم في طريق المرسى وين جاردن سكوير عامله تخفيضات نذكر توا توصل حتى ال 60% وتلقى الاذواق الكل وتلقى الضخامه وتلقى اللوكس وتنجم تختار على كيفك يلا فازي الكل نمشيو الجاردن سكوير مرحبا بكم في صيف معنا مازلنا متواصلين معاكم وباش نحكي لكم في موضوع مهم على الاخر توا في صيف معنا سامحوني معناتها المخمخه ما خلونيش نقول لكم حاجه مهمه بلاي لحظه صمت دقيقه صمت تمام راهو مش حاسين بيا ما سمعونيش جمله باهي حبيت نحكي معاكم في موضوع مهم برشا باش نحكيو فيه معناتها في صيف معنا ما خلونيش هو توم المفروض انا نتغشش خاطر قصولي على الحصه ما خلونيش اما نحبكم تعذروهم
علاش تعذروهم؟ خاطر قاعدين يذوقوا في الشيبس جويس جدد. كي نقول جويس انتم تفهموا الكاليتي وتفهموا اللي هي جويس الماركه التونسيه الاولى المصنوعه من بطاطا تونسيه. قرمشوا على روحكم. دونك الماركه التونسيه الاولى المصنوعه من بطاطا تونسيه. جويس هي الفرحه بالانجليزيه. شوفوهم كيش فرحانين بربي. سلام. هما فرحانين اما مش معبرين. باهي يا جويس بنينه رمزي. انا راني مانيش بنينة متغشش عليهم برشا خاطر انا بيدي راني عامل حسابي اما في بالي في البوز باش ناكل فيلي هما دونك انا باش نجبد المخبي. سامحوني نجبد المخبي ونحب نقول لكم اللي سي نورمال باش يصير هكا خاطر جويس شيبس بالحق ما نجموش نشدوا رواحنا عليها. معناتها حتى كي تبدا تنشط بالحق ما تنجمش تشد روحك على جويس شيبس. شيبس مصنوعه هي اول ماركه تونسيه ومصنوعه بالبطاطا التونسيه كاليتي باهيه وزيد مجموعه متكامله فيها الاذواق الكل. معناتها تنجم تاكل وتختار الاذواق الكل. سافالي يقول كل عجبوك رمزي؟ وي وي بنين الكل والله بنين. بابخيكا هي من احسن الحاجات ونحب الفخوماج هذا. فما زادة شيبس طعم الملح دي بنينه. فما اللي بالملح. وفما الطبيعيه اللي ما زدناها شيء معناتها الكاليتي هايله برشا. هذه بطاطا شيبس بطعم الفلفل. هو حتى الامبلاج بتاع جويس ما احلاه. ما تشوف كيفاش انا زيد شو نقول له يزي متقرميش ولا وليت نقرمش كيفه. بنا جويس يلزمكم تذوقوهم في ساعة وفهم برشا انواع. كل مره تذوقوا النوع ركزوا معاه ما تبداوش تعملوا كيف يتخلط خاطرنا ماذا بينا ناكل زوج ثلاثه مع بعضهم ونعمل ميلونج حاجه هيلة برشا. حصه اسمها صيف معنا اما هي في الاخر بلاتو نتاع التلفزه. معناتها كان جا واحد قاعد في على البحر هكا وفي الشمس كان ينجم يستمتع اكثر. شفتو كي تبدا هكا كيما يقولوا الشمس عليك يا حسره. معناتها كان جيت في الجو هذاك نرجع نستمتع اكثر. في بالك الحصه قريب توفى خساره نجم نقعد نهار كامل ناخذ الانواع الكل نتاع جويس ونعدي نهار كامل وانا ناكل ما عندي حتى مشكل. اتمنى واحد راهو قدام الشمس هكا يقول شمس عليك. جويس شيبس عليك. شنو تمنيت رمزي؟ مش كنت تمنيت حاجه اخرى بصراحه. متعه متعه باش نقصوا ليميسيون بصراحه باش نرتاح ساعه ساعتين نستمتعوا بجويس هيضم. نستمتعوا بجويس هيضم ونكملوا مع بعضكم. كان تحبوا تذوقوا لشيبس جويس نحب نقول لكم ما عليكم كان تدخلوا على الباج فيسبوك هذه تشوفوا فيها جويس وتلعبوا باش تربحوا برشا كادوات. جويس اللي هي اول ماركه شيبس تونسيه واللي هي مصنوعه بالبطاطا التونسيه. وكي نقول لكم البطاطا التونسيه الفري بوم دو تير البطاطا صحيحه معناتها الكاليتي مضمونه نتاع جويس نتاع البطاطا التونسيه. وكما قال رمزي جويس شيبس عليك. نستقبلوا ضيفنا نجم الكوميديا رياض النهدي. مرحبا بك سي رياض تفضل نقعد وقت فيك. الموسيقى هذه ذكرتني قبل كي نمشي البواتيه تاع الصغار عطاتني شويه ريتم. نوريك شطحه نتاع البواتيه تاع قبل. امشي عاود لنا بماي لوف. Be my lover.
اسمع وكنا قبل جيل توا ما يعرفوش اللي كنا قبل في البواتات نبداو نستناو في الليل خاطر يحطوا سلو في الاخر سلو خاصه ماشيين على سلو اي تبدا ماشي خاطر الاربع نتاع الصباح يحطك النص ساعه سلو واحنا الجو نتاع السهريه الكل يتلخص في النص ساعه والبومات اي نعملوا بوم ساعه أي. ساعه شويه في دار واحد والله نكريو حتى دبوا ساعات جيب باف الواحد دي جي وتسكرو انا عندي خويا مره نص النهار سامحني معانا رمزي استاجير ما قلتلكش لا رمزي انا يا جاد ما يعرف يا جاد بعدي اللي جا قلتلك انا عندي ودخلتي نص النهار يا استحس له عادي بالله ما استناش الليل ان توكا مرحبا بيك رياض منورنا باش نحكيو على جديدك بالله شفت فما فازه في معناتها كي تبدا اصلك من الكيف كيفي ولا كيف في تركيبه الحكومه الجديده وزير من جندوبة وزير من الكيف وزير رئيس حكومة من يعني فما فازة جديدة بغض النظر عليهم شكون من المناطق الداخلية اللي للأسف قبل كانوا ثلاثة أربع ولايات ويلزم رئيس حكومة من الولاية ذيك ولا من الولاية ذيك باش ما نقولوش زوز ولايات جران تونيس ولا ولاية أخرى سينو ما يخرج المرة هذه وزراء من برشا ولايات حاجة تفرح ولا والله حاجة تفرح علاش احنا يلزمنا التوانسه كلها نشبهوا لبعضنا بالحق معناها نحبوا بعضنا ويلزمنا نخرجوا على الجهويات احنا كفاءات خضر في الولايات الكل في الكاف ثم كفاءات في السوسه ثم كفاءات في القروان ثم كفاءات الجنوب كفاءات الكل كل كفاءات فيا حبذا كي تكون هكاك اخضر انت موتت العقربي الله يرحمه الله يرحمه جمعت التوانسه الكل حتى بالاختلاف السياسيين في بعضهم وجمعتهم فاحنا تونس للناس الكل للناس انا مع الحكايه هذه جوستومون يعطيك الصحه دوك باش نحكيو على ادوارك الجديده باش نحكيو على تجربتك اللي هي 30 سنه باش نحكيو على عرسك اللي عاود تأجل بالكورونا باش نحكيو على السيت كوم اللي عاود تأجل من أكثر الناس تضريت بالكورونا الكورونا عملت لي العرس والسيت كوم زيدا بعد يعطيني رأي في التنشيط وكيفاش ننشط وكيفاش في التنشيط يا رمزي عملوا ميم يا ضيخي عندك درج شوية تواضع يا ودي لكن مش كيفك نو 2003 كي بديت في الراديو ضربت عمين النشط ما نقولش اسمي نحش ريت إيه لكن انا بشويه بشويه به لا اما باش نسالوك زيد سامحني رياض باش نعمل معك حوار باش نسالك اسئله جميله وشكر باش نسالك شويه اسئله محرجه باش يعاوني فيها رمزي هل تعلم نبداو بالسؤال الاول انا مشكل قبل ما نخرجوا الفاصل انا مشكل نوفلك تسالك وتحبك تجامل الضيف انا ما نجاملش الضيف تفضل تفضل انا رياض النهدي صديقي ونحبه برشا اما جيت باش نساله سؤال برك شنو سبب الخلاف مع لامين النهدي الفتره الاخرى انا ما عنديش تاع خلاف مع لامين النهدي والفترة الأخرى هذه البارح بركة مع بعضنا أنا ولامين رياض عمرنا كان عندنا خلاف لا رياض لا شيء تو تجيب في حكاية بيناتنا أنت تجيب في حكاية من حيط صارح. يا اسمعني بصراحة يا اسمعني خلينا نكلمك أنت تجيب في حكاية من حيط بيناتكم خلاف لا بيناتكم خلاف لا من نهدي عمي ونحبوا نقدروا فنان كبير نعرف أما بيناتكم خلاف هذاك الإنسان يعطيني الفني تاع المريض سد بلاستيك بركة أخي عندك جبت درج أنت عمرك كامل أنا معطيك كارير مثالش أنا بدايات جيس والله نحب نعرف صراحة بصراحة كارير كامل ماكلة رايح مثال كامل بالحق كانت رايح عليك والتنفيذ كذا ما عادش تدخل لمين وسايب عليك بالحكاية وما تستلش ومش لازم تسأل سايب ايه رياض لا ما تستنيش انت لا ما تستنيش كلم فيك شبيك شنيا نوفل نقعد سبع سوايع انا نستنى لهنا مش جاي السيد هذا يبدا يسيب لا هل لا هل تقرا لا هل ما نعرفش شنيا شد راحك شوي فلك رياض والله وانا لا ما تستنيش وما في باليش بيك انت مش تستني انا نوفل جاي على المسرحية باش نسال رياض نحيوها اي لا نحيوها لا شيء انت يسبك تتنحى يا رياض هاي باش نكمل الحصه هذه ما تقولش نحيوها رمزي ساعه ماكش مولا الحصه انت باش تقول نحيوها هاي شد بلاص مريق مريق هاي لا تعلم هل تقرا لا هل تخدع لا هل كذا مريق ماذا بك هل ترحل تو لا مريق شنو هي هذا هذا بيه بيه تو شنو هي تو هاي قص مش يصوروا لا عاد رياض لا ما نصوروش خلي وسع بالك شويه باش نبدا على ازواج وسع بالك وسع بالك به رمزي ما يحبكش في الاميسيون مع تعمل تنقصوهم بعد تدخل في تروزيام بارتي جو وكاو به مساش المهم يبدا مرتاح هكا المهم يبدا مرتاح
هكا من احسن الناس الممثلين اللي نحبهم رمزي هلدان مسكين والله مش صديقي انا نغزر له كيفاش يعني اول مره في حياتي تو اول مره اول مره وين قلت له على سؤال وقلت له رياض ما فهمش منه سؤال اسمع رياض اما سيبو بصيح لحين الانرجي الخايبه تو رجعنا في بور والله بالريق وبال رمز يوسف والله اسمع لا رمز يوسف عمل تحول ليه وقال له سامحني وتنقصها حصه الوالد قص على روحك والله اخت اللعب توينسا البارح نسوق في الرون بوان فما واحد هبط من كرهبه ومشى لاخر يضرب فيه وباش يحلوا الباب عندنا برشا والله المشكل انه الكرهب الكل بعده ولا واحد كلمهم ولا واحد قال لهم صليوا على النبي ولا واحد هبط يحس الناس كل خايفه والناس كل ولا تبعد خلوهم يتعاركوا ما هبط حد قعدت درج نتفرج انا بدي ما هبطش هو سفرية لانه ساعات هي واحد لوجيك يهبط اما ساعه توحل انت في الحكايه زاد هاي توحل وساعات يجيب يهزوك ويجي انت تابع العركه وتخرج لا رياض شنو صار خلافك مع الامين لا ما فهمش منه الخلاف يلا بعد شويه جي هنا حدانا رياض النهدي باش نحكيه مع جديد وعلى مسرحيته برشا ضحك وجو في